تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدخلون على الأمراء الظلمة ويصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم، وقال ما هم مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ولو أنهم اعتذروا بالضعف أو غيره عن القيام به ولم يحرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكانوا في ستر، ولم يكونوا شماتة للعالمين وصورة سيئة للعلماء المتمانين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنا دخلت السجون وأنا منعت من الكلام وأنا فصلت من الجامعة وأنا منعت كتبي بسبب تحريضكم، وأنا لم أستدر عطف حد ولم أطرق باب مسؤول ولم أسأل شيء لنفسي على الإطلاق. أنا أعبر عن نفسي وعن ضميري وعن ديني وعن عقيدتي وأحمي مقدسات أمتي ومجتمعها وشبابها وأجيالها. منذ تاريخ اعتقاله في 12 سبتمبر 2017 لا يزال الدكتور عوض القرن يقبع في سجون النظام السعودي. ففي أوائل سبتمبر 2017 شنت الأجهزة الأمنية السعودية حملة اعتقالات ضد ناشطين وصحفيين وأكاديميين وشخصيات دينية محسوبة على ما يعرف بتيار الصحوة، الذي توعد ولي العهد محمد بن سلمان بالعمل على سحقه والقضاء عليه. السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 79، سوف ندمرهم اليوم وفورا. تمزج بالشيخ القرني في غياهب السجن دون مذكرة اعتقال، ووجهت له عدة تهم من أهمها التعاطف مع المحتجزين في القضايا الأمنية والدعوة إلى إطلاق سراحهم وتشهيره بالدولة وسياساتها وقوانينها. أي خلاف للرأي في قضية حمالة أوجه لم تخرج عن إطار الشرع ولم تهدد مصالح الأمة ولا الوطن، أن تحل بالسجون والمعتقلات هذه نتائجه ستكون سيئة جدا على مستقبل البلد. وبعد مرور سنة على اعتقاله بدأت محاكمة الشيخ عوض القرني في 16 سبتمبر 2018 في جلسات سرية دون تمكينه من الوصول إلى محام أو حتى تبليغه مسبقا بالتهم الموجهة له. ويتابع الشيخ أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بموجب قانون مكافحة الإرهاب المبهم والفضفاض. وتعود تجربة الشيخ عوض القرني مع السجون إلى عام 1994، حيث أمضى 6 سنوات كاملة داخل سراديب السجون السعودية على خلفية مواقفه السياسية. قلت نحن مستعدون يعني أن نتحمل السجون ونتحمل فصل من الوظائف ونتحمل المنع من الحديث والمنع من التأليف والمنع من السفر، لكن لن نسامح لا على أوطاننا ولا على ديننا ولا على أمتنا ولا على مجتمعاتنا ولا على دولنا، لن نساوم على ذلك على الإطلاق. طالب الإدعاء السعودي بالحكم على القرني بالإعدام، وكان من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في 20 نوفمبر الماضي قبل أن تؤجل جلسة النطق بالحكم بسبب تدهور حالة الشيخ الصحية، لكن السلطات السعودية قررت البدء بسلسلة جديدة من المحاكمات بطلب من النيابة العامة بحجة جمع أدلة جديدة تدعم التهم السابقة. وبيّن حساب معتقلي الرأي في سلسلة تغريدات على موقع تويتر أن الوضع الصحي للشيخ عوض القرني لا يزال متدهوراً، حيث تم إحضاره إلى قاعة المحكمة يوم 19 ديسمبر الماضي على كرسي متحرك. وأشار إلى أن الشيخ أمضى أكثر من 2 شهرين في المستشفى إثر الإهمال الصحي المتعمد في السجن، والذي كان أقساه جرعة دواء خاطئة أعطيت له عمداً. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر به حتى ينزل من بين رجليه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فلا يرده ذلك عن دينه.